idea because we believe that games, they are a form of expression. You can express hope, fears, wishes, and having fun at the same time. شو رأيكم نلعب ألعاب لنفيد المجتمع؟ لأنه هو آخرتها لعبة إذا ما بتسلي ما رح تعلم. من سوريا الجيم ديفلوبمنت كوميونتي كثير ضعيف بساته بأول تأسيسه أو وجودنا ضمن كوميونتي تاني ضمن غير سوريا فكتير نقطة إيجابية لنا. فعلا ناقصنا إنه نحن بعدنا كثير عن الهدف الأساسي اللي هو السلام والتوعية والإنسانية.